السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكن صبايا؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن حال، ورجعنا لكم اليوم بفيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكن. وقبل ما نبتدي بالفيديو بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكن كل جديد. رح نتعلم بفيديو اليوم كيف نخصل الشعر ونعمل الشعر خصل مش كثيفة كتير لدرجة الأشقر البلاتيني. إذا حابين نطلع خصل الشعر مثل الصورة لازم نسحب كامل الخصل من القبعة وتكون الخصل كتير كتير رقيقة. وبعد منا بنعمل خلطة المش. لعمل خلطة المش بدنا لكل مكيال بودرة مش 2 مكيال أكسجين، وبنستخدم الأكسجين على حسب لون الشعر. إذا كان عنا الشعر غامق لازم نستخدم أكسجين عيار 40، وإذا كان عنا الشعر فاتح نستخدم أكسجين عيار 30. هذا اللون يلي بالصورة الأشقر البلاتيني الفاتح بده تفتيح لدرجة عالية تقريبا لدرجة الأشقر الفاتح. وبعد ما نحط المادة على كامل الشعر وننتظر تقريبا نص من نص ساعة لثلاث أرباع ساعة حتى يفتح معنا درجة اللون. الأفضل تخلي اللون يفتح لحاله بدون ما نحط أي استشوار أو أي حرارة على الشعر حتى نحافظ على مظهر الشعر وما ينحرق معنا الشعر. إذا حابة أنت تضيفي شوية حماية، إذا عندك كان حماية أولا بليكس كتير مفيدة ورح تساعدك بحماية الشعر إنه ما يحترق أو يصير مطاطي. إذا ما كان عنا فينا نحط تقريبا معلقة صغيرة من بلسم مع الخلطة الكاملة رح تحمي الشعر معنا، أو منحط معلقة من معجون أسنان. معجون أسنان رح يساعد تفتيح الشعر بشكل أكبر ورح يحمي الشعر معنا. ومثل ما شايفين هاي هي درجة سحب اللون يلي وصلنا لها. اللون الأشقر كتير صافي رح ينزل عليها الرنساج أو الصبغة اللي رح تختاريها بكل سهولة. شوفي هي نتيجة سحب اللون، سحب لون كتير صافي والشعر كتير صحي. انتي اختاري بودرة ميش والاكسجين يكون من نوعيات كتير منيحة، انا بفضل نوعيات الايطالية، هي لح تفتح لك الشعر بدرجة اكبر ولح تخلي لنا الشعر صحي. لا تستخدمي اي مادة تجارية لسحب اللون لانه رح يطلع معنا الشعر خشن ورح يصل بس لدرجة النحاسي، ما رح يعطينا اللون المطلوب ورح يتعب لنا الشعر ويصير الشعر عنا مطاطي ويحترق. إذا حضرتك متواجدة بلد عندي منك الرنساجات الجاهزة بيكون كتير ممتاز، عنا جميع الألوان للشعر البلاتيني أو للشعر الرمادي أو للشعر الفضي. فيكي بس تخلطي المواد وتحطيها على شعر مبلول رح يطفي كامل لون الشعر ويعطيكي اللون المطلوب. بالنسبة للبلاد العربية هي المواد كتير كتير صعب نحصلها وما لها موجودة، نحنا رح نضطر ان نعمل الرنساجات بالصبغات المتواجدة عند منا.
الرنساج اللي حنستخدمه لهذا الشعر راح اخلط نقطة من صبغة ازرق واثنين نقطة من صبغة اسود، بخلطهم مع نصف فنجان شامبو ونصف فنجان اكسجين، وبنحطه على كامل الشعر المبلول، وبنفرك الشعر بشكل كتير منيح وبشكل متساوي على كامل الشعر مع مراقبة الشعر. واول ما يطفي الشعر للدرجة المطلوبة انا راح اغسل كامل الشعر. وانتي فيكي تتابعي لون الشعر، كل ما طول الرنساج على الشعر تأكدي انه راح يغمق معك اللون. إذا حابة تصبغي الشعر بدون ما تعملي رنساج، فيك تجيبي صبغة أشقر بلاتيني مع أشقر رمادي فاتح جدا. رقم الأشقر الرمادي فاتح جدا 9 على 1، والأشقر البلاتيني 10 على 0. بنخلطهم كتير منيح وبنحطهم على كامل الشعر، وبنترك الصبغة على الشعر تقريبا نص ساعة راح يعطينا اللون المطلوب. وهي النتيجة اللي حصلنا عليها، وهي كان الشعر الصبية. إن شاء الله تكون النتيجة عجبتكم. وهي الفيديو خلص معنا اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. اذا عجبتكم قناتنا وحابين تتابعوني، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بحبكم كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.